قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وذريته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم بك نستنصر فانصرنا، إليك نلجأ فلا تطردنا، عليك نتوكل فاجعلنا لديك من المقربين. اللهم حبب إلينا لقاءك، وسهل علينا قضاءك، وانشر علينا رحمتك يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. آمين آمين. عباد الله، بعد جولة استغرقت 4 خطب، بعد جولة استغرقت 4 خطب تتحدث وتدافع عن المرأة، وبعد الحديث عن الهجرة ومحاسبة النفس إثر انتهاء سنة هجرية، نرجع إلى سلسلتنا المتعلقة بأسماء الله الحسنى، وقد وافقت مذكرة توصل بها الخطباء تحثهم على الحديث على الماء من خلال قول الله عز وجل: وجعلنا من الماء كل شيء حي. وبما أننا نتحدث عن أسماء الله الحسنى، فقد وافق هذا اسم الله الجليل الحي جل جلاله. فيا عباد الله، وصل الإنسان في العصر الحالي واحد الدرجة من العلوم الكونية اللي وصل لهاش من قبل، وحقق واحد الموجزات كثيرة اللي تعجز العقل ديال الانسان اللي مضى باش غادي يتصورها في الجول على باش غادي يدركها. ولكن رغم هذا الشيء اللي يوصل له الانسان في الحاضر، ورغم هذا الشيء اللي غادي يوصل له في المستقبل، الا ان تقوم الساعه فراه ما غاديش يستطع باش غادي يخلق الحياه. لهذا علم هذا الانسان هذا العجز ديالو عن ذلك، والا فاذا كان قد علاش ما يستطعش باش غادي يرد الحياه الكثير من الحكام والكثير من الملوك والكثير من اصحاب الاموال حيت جا الاجل ديالهم وهما كان في المقدور ديالهم باش غادي يشريو هذه الحياه هذه بكل ما لديهم من اموال. فشكون اللي بيديه اذا القدره باش غادي يحيي؟ انه لا احد سوى الحي جل جلاله. فالحياه اللي تهبات واللي تتهب على الدوام في الكائنات كلها الحيه ما تكون الا من الحي الدائم سبحانه وتعالى، وكل حياه سيهددها الموت متى جاءت الاسباب ديال هلاك الموت تتعتبر راه ميته، لكن الخالق ديال الاسباب ما تضروش الاسباب، فهو الحي اللي ما تيموتش. قال تعالى في سوره الفرقان: وتوكل على الحي الذي لا يموت. فيا عباد الله، الحياه ديال الاحياء اللي موجوده تنسبها ما مقداش في القدر، فالدرجه ديال الرقي في الحياه تتحسب باي مقياس؟ تتحسب الدرجه ديال الرقي ديال الحياه على اساس الادراك وعلى اساس الفعل. فاذا كان
للي ما عنده لا فعل اصلا ولا ادراك على هذا المقياس هذا تعتبر ميت. واقل درجات ديال الادراك هو يشعر هذاك اللي تايدك يشعر بنفسه. فاللي ما تيشعرش بنفسه هو الجماد وهو الميت. الميت من جهه والجماد من جهه اخرى. وبناء على هذه القاعده هذه اللي هي تيشوفوا ان الدرجه ديال الحياه ديال الحيوان تعتبر ارقام الدرجه ديال الحياه ديال النبات. النبات اللي حي البكره ديالو قل من الحيوان اللي حي. والدرجه ديال الحياه ديال الانسان هي ارقام الدرجه ديال الحياه ديال الحيوان. فكلما ترقات الافعال الا وترقات الدرجات ديال الادراك وتيتجلى هذا الشيء هذا حتى ما بين الناس نفوسهم. الى درنا مقارنه ما بين النبات والحيوان، والحيوان ارقى في الحياه من النبات، ومقارنه ما بين الانسان والحيوان، والحيوان ارقى في الحياه من الحيوان، تنجي المقارنه ما بين الانسان والانسان تنصب حتى هو الحياه ديالو ما نقداش. فالانسان المؤمن ارقى حياه من الفاسق، والفاسق ارقى حياه من الكافر، والكافر هو اللي تيتعتبر قل حتى من حجرة. لهذا غدا يوم القيامة غادي يكون هو اللي تيشعل جهنم مع الحجر، لأن المكانة ديالو الحياة ديالو قل من كاع هادشي هذا كاع كله. لهذا تلاحظوا أن الحي جل جلاله سمى المؤمن سمى حي، وسمى الكافر بالقياس عليه ميت. فقال عز وجل سورة فاطر: وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله يسمع من يشاء. متي الإنسان تيستواش عند الله عز وجل هذا الكافر والمسلم، كما ما تيستواش عند سبحانه وتعالى الإيمان والكفر والحياة والموت. وما بين الطبيعة ديال الكفر والموت كاين واحد الصلة واحد الرابطة، كما أن هناك واحد الصلة ما بين الطبيعة ديال الإيمان والطبيعة ديال الحياة. إن الإيمان تعتبر حياة. حياة فاش؟ حياة في القلوب، حياة في المشاعر، حياة في القصد، حياة في الاتجاه. كل حاجة في إنسان مؤمن إلا وتتصيب الأعمال ديالو حية. فحي القلب ديالو، حي المشاعر ديالو، النية ديالو، القصد ديالو ديال أي فعل فيه الحياة، الاتجاه ديالو حي. كما أن الحركة ديالو تتكون بانية وتتكون فيها الثمار وفيها القصد، ما فيهاش الخمود وما فيهاش الهمود وما فيهاش العبث وما فيهاش الضياع. وتيجيو الكفر تصيبوه موت. موتاش ميت في الضمير. وحيت تصيب الانسان ميت الضمير ديالو فاغسل يديك على المجتمع كله فهو عوضة للفساد. وما نغتروش نقولوا كفار راه بالعلم بغيت التقدم التكنولوجي رغم انهم راه كفار. لا شوف اشنو عندهم من حلال اخلاقي، من تفسخ، من تقطع الاواصر، من القتل ديال البشر لاجل باش يحقق المصلحه ديالو. عنده حقوق الانسان، عنده ما يسمى بالمواطنه الى غير ذلك، ولكن حيت تبان ليه المصلحه في الاخر فيدمر الاطفال ويهلك النساء ويهلك الزرع ويهلك الضرع ويهلك الكون كله باش غادي يحقق واحد المصلحه ديالو هو. علاش؟ لانه كافر، والكافر سيوازي الموت وعنده موت فاش؟ موت في الضمير، موت في المشاعر، موت انقطاع المصدر ديال الحياه الاصيل والانفصال على الطريق الواصل والعجز عن الانفعال والاستجابه اللي فياخذوا بجوج من النبع الحقيقي اللي فياثروا في السر ديال الحياه. وكل واحد عنده طبيعة، لا الكافر ولا المسلم، وكل واحد عنده الجزاء ديالو وما يستواش عند الله سبحانه وتعالى لا هذا ولا الآخر. وإذا كانت الدرجة ديال الحياة تتفاوت طبقا للتفاوت ديال الدرجة ديال العقل والإدراك، فراه العقل ديال الإنسان اللي هو السيد ديال الكون تيبقى محدود، وبالتالي الإدراك ديالو لأنه تتغيب عليه كثير من المدركات، في حين أن اللي تتندرج تحت العلم ديالو جميع المدركات وتتخضع للسلطان ديال القهر ديالو كل الموجودات، وما كاينش شي حاجة اللي تتخرج من المدركات على العلم ديالو ولا على شي مفعول على الفعل ديالو. وهو اللي خلق الافعال ولا فاعل عن الحقيقه الا هو، بل هو اللي خلق الادراك وخلق تمييز الكائنات الموجودات وخلق العقول والقلوب، بل خلق الحياه نفسها، بل كل حياه في الوجود تنصبها
هي مستمدة من الوجود ديال الحي المطلق. لهذا قال الحق سبحانه وتعالى في سورة البقرة: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات ولا في الأرض. في الحياة لتصبح الإله الواحد سبحانه وتعالى تنصب النبات حي وهالجمل هالحيوان حي وهالإنسان حي والله سبحانه وتعالى حي باش غادي نعرفوا الحياة ديال الحق عز وجل اللي تتميز بها هي أولا تتعتبر حياة ذاتية لا جات من واحد مصدر آخر بحال الحياة ديال الخلائق منها الإنسان ومنها الحيوان ومنها النبات اللي هي مكسوبة وموهوبة من الخالق الحي جل جلاله. شكون اللي عطى الحياة للحي؟ شكون اللي عطى الحياة لله سبحانه وتعالى؟ الحياة ديالو ذاتية. شكون اللي عطانا حنا الحياة؟ من الله سبحانه وتعالى. شكون اللي عطى الحيوان الحياة؟ من الله. شكون اللي عطى النبات الحياة؟ من الله. مناش؟ من الماء. وجعلنا من الماء كل شيء حي، حي جمع كل شيء مات. ولكن الله عز وجل الحياة ديالو ذاتية. ومن ثم تتفرد الله سبحانه وتعالى بالحياة على هذا المعنى هذا اللي قلنا اللي تيخالف الحياة ديال الإنسان وديال الحيوان وديال الجماد. ثانيا من المميزات ديال الحياة ديال ربي سبحانه وتعالى أنها هي الحياة الأزلية الأبدية اللي ما عندهاش بداية تبدأ منها ولا نهاية تنتهي لها، فهي مجردة على المعنى ديال الزمان اللي تيصاحب الحياة ديال الخلائق اللي هي مكتسبة ومحدد البدء ديالها والنهاية ديالها. ومن ثم سيتفرد الله سبحانه وتعالى كذلك بالحياة على هذا المعنى هذا اللي ما عندها لا بداية ولا نهاية. المميزات ديال الحياة ديال الحق عز وجل ثالثا أنها هي الحياة المطلقة من خصائص ديال اللي هي موجودة عند الإنسان واللي هي تتعرض بها الإنسان، فالله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. ومن ثم سيرتفع الله عز وجل على كل شبه من الخصائص التي تتميز بها الحياة ديال الأشياء، وتثبت الله سبحانه وتعالى الصفة ديال الحياة مطلقة من كل خصيصة، تتحدد المعنى ديال الحياة في المفهوم ديال البشر، وتتنسافي بهذا الشيء هذا جميع المفهومات الخرافية اللي تدور في الخاطر ديال الإنسان. وبدل النعاس عند الإنسان سيفقد الإدراك وتيفقد الإحساس، وحنا عرفنا بأن الترقي ديال الحياة حسب العقل وحسب الإدراك، وهذاك اللي ناعس مشى الإدراك ديالو مشى الإحساس ديالو مشى الشعور ديالو، فتتعتبر هذاك اللي ناعس شبيه بميت فهو في واحد الموت. لهذا الله سبحانه وتعالى الحي قال على نفسه في آية الكرسي: لا تأخذه سنة ولا نوم، متى يكمع متى ينعس. وعلى هذه الوحدانية هذه اللي قرات الآية ديال الكرسي واللي تتصف بها الحي جل جلاله اللي متى يكمع متى ينعس، فيقوم التصور الإسلامي اللي منه تيخرج واحد المنهج ديال الإسلام الحياة كلها. فعلى هذا الشعور هذا فينشأ الاتجاه لله وحده بالعبودية والعبادة، فما كاينش شي واحد اللي غادي نكونوا اللي حنا عبيد وما كاينش شي واحد اللي غادي نعطيو شي عباده الا اللي موصوف بهذه الانواع ديال الحياه، وما كاينش شي واحد اللي موصوف بها الا الحق سبحانه وتعالى. فما يمكنش باش غادي يكون شي انسان يكون ليه هذاك الاخو عبدا الا الله، مادام كل العباد في حاجه للنعاس ومادام كل العباد غادي يموتوا كيما تيتوجه باي نوع من انواع العباده لاي واحد ما يمكن ليش يتوجه الا لله الحي جل جلاله. مادام الكل غادي يموت ومن انواع هذه العبادات هذه الدعاء، ما نطلبش بشر نطلب الله، وندير في القرارات ديال نفسي ان البشر وسيله ونقربوا المساله. انسان بغيتي واحد الخرشه ديال الطحين ولا شي حاجه ديال المواد الغذائيه ومشيتي وطلبتي مولهري وعطاك واحد البول قال لك سير للديبو، حتى تمشي للديبو تصيب العساس ما تحسش العساس وتبوس ليه يدي وتظلم ليه تتعطيه البول وانت هز راسك كاين شي سلعه تمايا غادي يعطيها لك ما كاينش ما غيعطيها بلا ما تظلم ليه تترجع لعاود مول هذاك الديبو. فاللي عنده الخزائن ديال الكون هو الله، وهاد الناس كلهم تيتعتبروا عساسه على الديبوات، ما هما الا وسائل بلا ما نحزو بلا ما ندلل ليه بلا ما نعبدو بلا ما ندعيه بلا ما حتى شي حاجه،
معناه ده ايه؟ يطلب من النور يقول يا فلان اعطيني، اللي فيعطيه هو الله واللي فيمنعه هو الله. فهذه عباده ما تستحق الا الحي جل جلاله، فالعباده هي مخ العباده كما جاء في الحديث الصحيح، فتعتبر الدعاء مخ العباده. الله سبحانه وتعالى قال في سوره غافر: هو الحي لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين. ما تشاركش معايا شي حاجه تقول لي تطلب من الله ومنك، بمعنى ان الله ما قادش على باش غادي يحقق لي الغرض، خاصك تزدي معاه داك فلان الفلاني عاد باش غادي تحقق لي. هذا يعتبر شركا بالله عز وجل، وما عرفتيش معنى الحي جل جلاله. فالله عز وجل قالنا: هو الحي لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين. ومن انواع العبادات هذه اللي ما تذكر الا الله جل جلاله جل في علاه هو التوكل. اللي واش كون هو توكل شرحناه، وحنايا تنفسرو الاسم ديال المتوكل جل جلاله، هو الثقه بالله والاعتماد عليه وتفويض الامر ديالك ليه والاستعانة به في كل حاجة من الحوايج ديالك، وتيقن بأن القضاء ديالو نافذ حتى فيا ويخطط لك الكون حتى يعيا، القضاء ديالو نافذ. والسعي في داك الشيء تخصك دير الحركة في داك الشيء اللي لابد من الماكلة ومن اللباس ومن المسكن، وتحضر راسك من العدو، وتوكل المحل ديالو القلب. أما ديك الحركة اللي تتقوم بها في الظاهر هذه ما تتنافيش هذاك التوكل اللي في القلب، بعد ما تيتحقق العبد بأن التقدير من الفعل ديال الله عز وجل. فإلا تعسرت شي حاجة وصعب شي حاجة راه بالتقدير ديالو، وإلا تيسرت شي حاجة راه بالتيسير ديالو. لا شي فلان اللي راه وقف معاك ودار لك وكذا، هذاك غير واحد الوسيلة من الوسائل اللي سخراتي بربي. وهذا الحياة ما تذكرش مزيانة للإنسان وما تيسعدش بها وما يستطعش باش يقوم بالدور ديالو الكامل فيها إلا إلا استمتع بالسكينة ديال النفس والطمأنينة ديال القلب والراحة ديال البال والعافية ديال البدن. والطريق لهذا الشيء هذا هو يثق بالله ويحسن الظن به ويتوكل عليه ويرد الأمر ديالو كله ليه. وما دام التوكل تتعتبر واحد الضرورة ما يمكنش يستغني عليها شي واحد، ما يستغني عليها لا العالم ولا العميل ولا الراجل ولا المرأة ولا الحاكم ولا المحكوم ولا الصغير ولا الكبير، لأنه محتاجين كل شيء هادو جميعا لواحد اليد قوية حانية تعاونهم إلى تقدموا العمل من واحد الجانب وتمسح الآلام ديالهم إلى ما مشحوش من جانب آخر. فاللي تيستحق التوكل عليه بلا ما يكون شي واحد معاه دون سواه هو الحي الذي لا يموت. لهذا قال الله سبحانه وتعالى في سورة الفرقان: وتوكل على الحي الذي لا يموت. ما تتوكلش على البشر، تنقول تتوكل على الله وعليك مشرك بالله وما تيقص الله، تتوكل على الله وحده وتوكل على الحي الذي لا يموت. وعلى هذا الشعور هذا تيخرج لنا من واحد المنهج ديال الاسلام للحياه. ما تيلتزمش لا يلتزم الانسان بطاعه الا الطاعه ديال سيد ربي سبحانه وتعالى، وداك الشيء اللي تيامر به الله عز وجل من الطاعات ما دام الكل غادي يموت. وعلى هذا التصور تخرج لنا واحد القاعده اللي تخصنا نقول كلنا هذا منها، شنو هي؟ هي الحاكمية لله وحده، اللي هو وضع لك قوانين واللي تطير فيها، وهذه القوانين مخالفة لأمر الله فأنت تعبده من دون الله. فمن خلال الدعاء ومن خلال التوكل ومن خلال الوحدة لله سنأخذ هذه القاعدة هذه اللي هي الحاكمية لله وحده، وتكون الله الحي جل جلاله وحده دون غيره هو اللي تشرع للعباد. ما كاين سلطة تشريعية في الإسلام، كاين سلطة تنفيذية والسلطة القضائية، أما التشريعية عند الله سبحانه وتعالى هو اللي تشرع. أما البشر فهو سيمسد وسيقضي بما قضى به الحق عز وجل. فوين مشى البشر شرع غادي يدير هذاك اللي تيشرع 20 مليون راسو، وانت اللي هو مطلوب يدير لك 6000 ريال ولا 10000 ريال ويكذب عليك بحقوق الانسان. اما الا كان تيشرع الله الناس عنده سواسيه كل شيء، ماشي واحد يشد 40 مليون في الشهر وواحد ما صاب حتى ما يكون يشرب بل تيعاني من البطاله. علاش؟ هذه هي النتيجه ديال الاحكام ديال البشر. فمن هنا القاعده الحاكميه لله وحده، سيكون الله عز وجل الحي جل جلاله وحده دون غيره هو اللي تيشرع للعباد، وتيجي التفريع ديال البشر تياخذ من الشريعه ديال الله. وعلى هذا التصور هذا تتنشا القاعده ديال الاستمداد ديال القيم كلها من الله. فما كاينش شي قيمه عندها شي ديال القيم ديال الحياه كلها الا تقبلات في الميزان ديال الله
وما كاينش شي شرعيه ديال شي وضع ولا شي تقليد ولا شي تنظيم فيخالف المنهج ديال الله. فكل التعاليم ديال الاسلام تعتبر فيها حياه لانها من الحي جل جلاله، وكل منهج من المناهج ديال البشر ما فيهاش الحياه الا ما استمدتش المبادئ ديالها من الدين ديال الاسلام. لهذا تيخصنا وواجب علينا نصرعوا ونستجبوا للنداء ديال الله سبحانه وتعالى والنداء ديال الرسول صلى الله عليه وسلم بلا ما نترددوا بلا ما نشكوا بلا ما نتواناوا. علاش؟ لانه بغى الانسان باش يتمتع بالحياه تخصو يستجب لله ويستجب للرسول صلى الله عليه وسلم. كيفاش يستجب النداء ديال الله ويولي حي؟ الجواب على ذلك نستمع اليه في الخطبه الثانيه بعد جلسه الاستراحه. فنسال الله عز وجل ان يحيي قلوبنا وان يحيي ارضنا وان يحيي مجتمعنا، انه على ذلك قدير وبالاجابه جدير. واستغفر الله العظيم لي ولكم ولجميع المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى الصحابة الغر الميامين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. عباد الله، إلى حنايا قلنا سيد ربي مرحبا، عيطنا قال يا أيها الذين آمنوا قلنا مرحبا ما نقتلش، قلت اسمي بخور هذا أسيد ربي كين صوب أنا الفيرما ديالي لما مشيتش للقرد الفلاحي، أسيد ربي كين ديال أنا التجارة ديالي لما دخلتش للأبناك، أسيد ربي كين ديال بني الدار ديالي لما درتش الربا. حيت يقول لك سيد ربي يا أيها الذين آمنوا استجب ليه باش غادي تحيا. ها النتيجة تنشوفوها دابا الآن وحنا تنعيشوها. واش يكفي باش نديرو خطبة في الماء ونقولوا للناس عباد الله حاولوا عن الماء؟ راه واخا نحاولوا عن الماء، المحاولة ماشي نقللوا من البزبوز، نحاولوا عن الماء هي نقللوا من المعاصي باش يعطينا الله الماء. إلا مشينا باقيين في المعاصي وباقيين في الربا وباقيين في التبرج وباقيين في الاختلاط وباقيين في الخديعة وباقيين في الرشوة وباقيين في الغش، راه واخا نبقاو نطلقوا قطرة قطرة ونتلوبوا عليها راه غنحيد في ربي كاع كل شيء باش غادي يمتحنا. ولو بسط الله الرزق لعباده لا بغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء. فلهذا حيت عيط الناس لربي تيخصو نقول له مرحبا سيد ربي. إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. ملي ولينا تنتخيروا على سيد ربي ونقول له هذه عجبتنا وهذه ما عجبتناش، ها النتيجة تنخلصوها حنايا، ها غادي نبقاو نمشيو ونمشيو حتى نبقاو نطلبوا الكفار حتى يولي المغرب كله ديال الكفار، معاني ديال الكفار، الأراضي ديال الكفار، وحنا خدامين عند الكفار، عن شر خلق الله لأننا ما طعناش الله عز وجل. فلهذا تيقول لنا سيد ربي في سورة الأنفال: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. إلا دعاك سيد ربي لداكشي اللي غادي يحييك استجب، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. ورحم الله من قال: خالق الأكوان ما أعياك شيء وبديع الخلق ضرا أنت حي، يا إلهي أنت للإحياء رب، ما لهم إلهك رب يا علي، يا إلهي إن تريد شيئا فيحيا فلأنت الله ما إلهك حي. غادي تجعل تحيا 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 الأرض بعد موتها، تحيا تحيا القلوب، تحيا تحيا المجتمعات، تحيا. فيا عباد الله، هذا هو الحي جل جلاله اللي ما كاينش الحياة ديالو زوال، واللي ما تيموتش، والإنس والجين تيموتوا، وكل حاجة من المخلوقات تتموت، كل شيء هالك إلا وجهه. ومادام كل المخلوقات دايز عليها أنها غادي تموت فتحكموا عليها أنها راه ميتة. وكما يحب سبحانه وتعالى أن كثير من المخلوقات ديال الحياة فإنه سبحانه وتعالى أعطى الشهيد اللي مات في السبيل ديالو سبحانه وتعالى واحد النوع من انواع الحياه ما تنبقوش الكره ديالها حنايا وما تنعرفوا عليها الا داكشي اللي خبرنا عليه القران الكريم والسنه النبويه الشريفه. قال تعالى في سوره البقره: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. وقال عز وجل في سوره ال عمران: ولا تحسبن، ما تقولش، وقال هنا وما تحسبش ولا تعتقد.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضله وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين الذين استجابوا الاستجابة الذين استجابوا لله ورسوله من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم إن هؤلاء عباد الله حيث استجبوا الحي القيوم والبو النداء وماتوا في سبيله حياهم سبحانه وتعالى في الدنيا واحد الحياة ديال الإيمان وديال السعادة وحياهم في البرزخ واحد الحياة ديال السعداء الشهداء اللي هي في القبر أما يوم القيامة فما غاديش يخافوا لا ظلما ولا هضما مصداقا لقوله سبحانه وتعالى في سورة طه وعنت الوجوه للحي القيوم وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما فيا عبد الله هذا هو الحي جل جلاله أما الحظ ديالك والنصيب ديالك من هذا الاسم الجليل فهو تخص كل واحد فينا يحرص باش غادي يحصل على الشهادة ماشي الشهادة ديال الدكتوراه ولا ديال البكالوريا ولا ديال الليسانس لا الشهادة أنك تموت وانت بغيتي ترفع الراية ديال الإسلام واخا تموت على الفرج ديالك تكون عندك هاد النية اللي كانت عنده النية باش يموت في سبيل الله واخا يموت على الفرج ديالو تكتب ليه الله الثواب ديال الشهداء واللي شدها القفقافة راه غادي يموت شي موتة إما في قصيدة وإما في فوسي وإما في الغرق ولا شي حاجة وغادي يبقى في ذاك القفقافة والأجل ديالو راه محدد كما بينا حيت كنا تنفسروا اسم الله عز وجل المحيي والمميت فلهذا النصيب ديالنا من هذا الاسم الجليل هو الحرصو باش نحصلو على الشهادة لو كان كانوا الناس عندهم هاد النية لو كان ماشي كمشا ديال اللي هو تفلى علينا ودايما احنا في المؤتمرات ودايما هاد الأموال تضيع ودايما احنا تنحزروهم ودايما هاد المؤتمر السلام احنا تنطلبو به ولا سلام معنى السلام تخصيكم من عندنا حنايا ماشي من عندهم هما يقتلونا يسفكوا الدماء ديالنا وحنايا تخصنا نطلقوا يدينا وما نردوش عليهم باش نتسماو ماشي إرهابيين وما نتسماوش ناس عنيفين ونتسماو ناس ليينين فلهذا علاش هاد الدلة هادي لأننا الشهادة ما حطيناهاش قدامنا فالنصيب ديالنا من هاد الاسم الجليل تخصنا نحرصوا باش غادي ننال الشهادة لأن الشهداء أحياء عند الله سبحانه وتعالى ونحرصوا على باش نطلبوا العلم النافع اللي تحيي الله به القلوب فهو الباب ديال العمل وعلى باش نلتزموا بشعاب الايمان اللي تحيي بها القلوب والحي جل جلاله هو الحدود اللي تحيي القلوب بالنور ديال المعرفه وتحيي الاشخاص واحد الحياه طيبه في الدنيا قبل الاخره ورحم الله من قال خالق الموت والحياه هو الحي مفيض الحياه في الاشياء في الغصون الخضر الجميله في الطيب المغني في الغابة الشجراء في الكلام الجميل من فم إنسان جميل عبد شفيف الصفاء في الحياة التي نرى قبس من نوره فيه لمسة للبقاء نور في الوجود ما غاب فوق الأرض حي عنه ولا في السماء هذا هو الحي سيدي الحياة في الكلام ديالك الحياة في الدس ديالك الحياة في حركة ديالك الحياة حتى في الموت ديالك انت ميت ولكنك عند الله حي كن الله سبحانه وتعالى يحيينا ويحيي القلوب ديالنا ويحيي المشاعر ديالنا ويحيي الأمة ديالنا ويحيي الأرض ديالنا ويحيي المجتمع ديالنا اللهم أحينا فإنك أنت الحي وإنك على كل شيء قدير اللهم لا تدع لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مريضا إلا شفيته ولا مكروبا إلا نفسته ولا عسيرا إلا يسرته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا مظلوما إلا نصرته ولا متحيرا إلا ثبته ولا ميتا من المسلمين إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك علمت سيئا وظلمت نفسي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ويغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين.
الله.